من الرياض ينضم لنا عبر الهاتف استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور إيهاب سليمان. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا التوقف عن العلاج بالأسبرين قد يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية. أولا، هل تتفقون مع نتائج هذه الدراسة ولماذا؟ أتفق إلى حد ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتور، وأشكركم على هذه الاستضافة ومرحب بكم وبالسادة المشاهدين. أستطيع أن أقول أنه لا يجب على المرضى التوقف عن الأسبرين بدون استشارة الطبيب، خاصة إذا كان المريض يأخذ الأسبرين لفترة سنوات ولم يكن هناك مضاعفات جانبية، وقد ثبتت فوائد الأسبرين من الوقاية من الجلطات الدماغية والقلبية وكذلك من سرطان القولون والمستقيم. الأسبرين يعني نقصد بهنا الأسبرين الذي يأخذه أي شخص عندما يشعر بوجع في الرأس، الأسبرين عادي؟ نعم، ممكن الأسبرين 81 ملي جرام أو نسميه هو البيبي أسبرين أو الجرعة الصغيرة من الأسبرين، ممكن المريض يأخذه عند الشعور بآلام شديدة في الصدر، ولكن يستحسن زيارة المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة على القلب وعلى الدورة الدموية، خاصة إذا كان هناك لا سمح الله قابلية للنزيف، لأن الأسبرين يمكن أن يؤدي في مضاعفات جانبية إلى زيادة التقرحات المعدية وزيادة بسيطة في نسبة النزف الدماغي، ولذلك فوائد الأسبرين كثيرة ولكنه برضو مرتبط ببعض المضار البسيطة، ويجب على الطبيب بعد مشاورة المريض الاتفاق على ما إذا كان فوائد الأسبرين لهذا المريض بالذات أكثر من المضار، وكل حالة مريض تحدد بصورة individually بدون الرجوع إلى مرضى آخرين. ويفضل أخذ الأسبرين البيبي أسبرين في المرضى الذين أعمارهم بين 50 إلى 60 إذا لم يكن هناك إصابة بقرح معدية كالوقاية الأولية من أمراض القلب والشرايين، ويجب أن يأخذوا الأسبرين لفترة 5 إلى 10 سنوات حتى يستطيعوا أن يستفادوا من فوائد الأسبرين. أما إذا طيب كان الأعراض التي إذا ما توقفوا عن أخذ الأسبرين وأصيبوا بها، ما هي الأعراض التي يجب أن يتوجهوا بعدها مباشرة إلى الدكتور أو إلى المستشفى؟ نعم، آلام شديدة في الصدر وتعرق مفاجئ وكتمة في النفس وازدياد سرعة ضربات التنفس أو سرعة ضربات القلب، يجب على المريض التوجه لأقرب طوارئ أو مستشفى بقربه لإجراء تخطيط القلب وتحليل إنزيمات القلب. نعم. طيب دكتور، أيضا بماذا تفسرون يعني ازدياد الجلطات الدماغية والجلطات القلبية خاصة والأزمات القلبية في الفترة الأخيرة والسكتات القلبية؟ هل كله مرتبط ببعض يعني مثل هذا الدواء وأخذه وعدم أخذه في الوقت المناسب، أم مرتبط بماذا بالتحديد؟ لا أتوقع أن الأمر فقط مرتبط بالأسبرين، بس الأمر مرتبط بالعادات الغذائية وأسلوب الحياة وازدياد معدل التدخين والسمنة ومرض السكري من الدرجة الثانية، وذلك للأسف الشديد. نعم. طيب كيف يمكن الإنسان أن يحافظ على صحة قلبه دكتور؟ يجب عليه أولا الابتعاد عن التدخين وتركه والتحكم بمستوى السكر والتحكم بمستوى ارتفاع الضغط والمشي على الأقل لمدة نصف ساعة يوميا 5 أيام في الأسبوع. أما إذا لم يكن هناك فرصة للمشي يوميا يمكنه أن يمشي ساعتين أو أكثر، أو سرعة الرياضة في خلال الويكند حتى يعوض النقص في الرياضة. ويجب على الناس أو يجب على المرضى أو غير المرضى النوم مبكرا، وذلك لتسهيل عملية التمثيل الغذائي. ويجب عليهم الابتعاد عن المنبهات وعن الأدوات الذكية بعد الساعة 8 مساء حتى يسهل عليهم النوم مبكرا. طيب دكتور، كل الأشياء التي ذكرتها وعدتها جميلة جدا وصحية جدا، لكن يعني الالتزام بها عند الجميع هو صعب قليلا، يعني شيء معتدل بشكل يعني مثلا النوم بشكل مبكر وأيضا ممارسة المشي، يعني مع الحياة اليومية ونمط الحياة أصبح صعب علينا يعني ربما اعتماد ذلك. فيما يخص الرياضة، يعني ما هو يعني نوع الرياضة المعتدل الذي يمكن لأي شخص حتى البدء منه
وايضا النقاط التي يمكن البدء منها حتى لو ما كان الالتزام بكل النقاط التي ذكرتها بشكل كامل؟ المشي، المشي السريع او المشي المتوسط والسباحة، هذه الرياضات التي ننصح فيها، ولا ننصح برفع الأثقال ولا ننصح بالرياضة العنيفة لجميع للمرضى وذلك لما تصاحبه. حتى بالنسبة لغير المرضى دكتور، بالنسبة لغير المرضى أيضا، حتى من غير المرضى لا ننصح بالرياضة العنيفة لأنها قد تكون مصاحبة ببعض المشاكل الصحية مثل آلام العضلات وآلام الأوتار وإصابات الركب والمفاصل. فقط المشي ورياضات خفيفة إذن. شكرا لك، شكرا جزيلا لك دكتور إيهاب سليمان الاستشاري في أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز طبي الحرس الوطني، كنت معنا بالهاتف من الرياض.